بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. دمان مدحدة حسبك ودني مدحدة قرن كيك لدوان حيادة مدح بنان مرتي الشرف تكل دوان قد يد بيت باك معكم. سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحن رمتي آدي آدي قفر أحسن هاي سيدا قيمة بدن شركا قولها دحلو سواقا سيمي وحن كان هذه عرين يا سود وين تقيمة بدن إلا يمال انتي آن نفس بيغا كسو بيري إلا بهوني نلقو سود وين ما حقيمة آن ودد كدر راهي هو شرف يقيمين أنا سميسين عاد باقوم هاتسنتي عادي عاد باقوم هاتسنتي سيدا نو قيميسين نو شرفتين أيان ودين قيمين ودين شرفينا ويدين لشقينينا وإن شاء الله تعالى أغمر دليننا هميلا دا حسبك يهل كانوا قدومي وكآخرية مشارة حمد حوينا مستقبل بإذن الله تعالى. وحموقتي خطبة دي مدحوينها مستقبل سوى سعودة إن شاء الله تعالى عبد الرحمن محمد عبد الله وهل كان كآخري وهاي أما سوى بندقي سي وهو دريدونيا وهو سوى كردينيا يواه ما حي برنامج كيسو وحكم وقتي بيرنان إني برنامج كودة سوى قدمان يدو برنامج كي حس بيجي حكومي الرولين بعدها إدالك حكومي أي هدين وأيين وأي وريلي ولا قرية ووحن وغنمي يدو وريلي ولا قرية إن البرنامج كي حسب معارضي بدك صادقه أو كدي ردو أو شرحه وحي موشيني ساكل سونية ديرهنان أنا ووحن كدوراني وحا أي موشيني ساقدوميو يسوغان حلكي مدحوين الله دوران إنو يسسو تاغو أو بريرو إنو قدوميها بحيو وحلك وچوغا كدغو أو وريبا لأي مادو حلابور حلابور عصب لأي مادو أو كسو كردية سياسة دا سومالي لان حنانك يستركتر كحسبك إن حنانك للو بدلو وانا وحا أي كتماريان حسبيادو مربا مركا حنانك مامل يستركتر لبد بدلو يا مربا قابية يا حنان سورتقلية إنو حسبه لبك عليه أو ياشو مامل هفن يا نظام هرومرسن بركة عادي عاد بان وهم بليينيه انت أكدب وحا مركة انت المامي ينليه ملادة داد كيمنك شرحان بدن كودي وحيو بدنيه هميلا يودو وكورسيقة هميلا يحقيتنا يان ملاها هميلا يودو وكورسيقة كورسيقة ويا يقارسية وحانو لانا هميلا دا الله صوبان ديگي او ولي بانو كدار دونو كنتربيشن كلانا او وحي انك يجي يمي يا انت كلاي رير سومالي لان اي كدار دونا وحان شعالي هل كان انان كغب شاريو ودونيها حسبيغا وشارة حمد هوينا ان شاء الله تعالى مستقبلك وضب عن اسلوا فقنين وهذا يعني ويشي جايين بدك قاعد سيوا بريتولي برنامج حسب وما هالشيء جسون وححسب وقول يا هاي
إن قف ولبا وقصة ضرر هيجيسا هي تلاديسا وحنو عسوق يا بريتو لحسبه ذاتك أقوليهن كا تام عذاها أنت إن شو كت قلاها ده يحبنا اكتفيس كا حسبه أنت دمان تودين أي مادان يا متشرفتو بريتو لو أوبن فورول وحد إسكشن لجعلي دونا أما دودي فلانقين لجعلي دونا برنامج كي حسبه مركا لبرسن جريال الصوبن دك كدب وهي كونتريبيوشن ارا تلوينا حسبه سو دوينيا برنامج حسبنا ان شاء الله تعالى وا لو داري دونا سيده كلمه برنامج كان سو فافاسن ايا غدوميها يا بانل بريتوله اي هو وهي هوغامين دونا غدوميها عصب ايمن دونا ان شاء الله تعالى عبد القادر جردي عبد القادر اسماعيل جردي وهلكن كشيغي دونا او كو هوغامين دونا بانل كنو عاسا اي كورمي دونا برنامج انت انا هذا الكلام قليل هذا انا وحنكو دريا قدب كلام قدومي يشغن الفرائن ماشي كشغه وانا اسلي اغني هذا واه اديغا كشقين شري حلي قاعد مدحوينا لا شقينيسي يو حكومه داد كشقينيسي ما هي نافد هذا كشقين شري كغا دوا قوشك انو سمين انو كدارينو حسبي غرب كنافد غرب كنافدة قد كنافدة إن لو سمعين دوانا غرب لو مقعابو يحفيسو غارة أو لا شقية هدونا سور تقلية إنو دريال كودة يتاقير دودة يتير سمد دودة يدسمه دودة يوحبرس دودة ودبقل دونا إن شاء الله تعالى مركة دولة نقضو مركة عن لاي هاي قدكو هملو أنا هين كرسيك دد بدن بان لهين وهم يملوه تهي كرسيك وحا أنت علينا أن تدع يارو سوچرين كاما سويال كا سومالي دا يارد ليشدو من كي لورين شري دعالة دقا حي يا وحا أولي حي طبن هل باد لي طبن هل باد لي هذا السيده باد لي وقرم إسان همبو سيهود باد لي قبلو نمان كتو سيل وعسر كيس وها وقت الله بصوف وعسر كيسهم بلا وها ساوية دري قالنا هودية قالنا هودية جورار رجع كوه يبعد لي لو ذا نمك هود جاي كوه رات شيء بعد لي هلبها أنا بران لها يتوج هاي رات لي نحن وجه هذا نحن وجه هذا وحن كدر يا تدع عسان إن كدر سنة يا نقولنا سياسة وافق سنة أن لا هي ما أنت وحن كدر يا سياسة دنيم عن هملا هاي، وهو يبين إسكو آخرية هيرا الكيس ودوي هاي، وكرس جو همون قبة هملا دي سكان تاعي، وشيلن كون كهلا بصدا، هذا في كيس قلي هاي، وهاي بهاي بوك على جورا، ولجوه بتبادري، هاي بهاي بوك على جورا، ولجوه بتبادري، وحن لاه، نكيس شرحنا دوني إنه كرس جا تقو. Adi gan orang hebel orang ayah hebel bayi heran niki bana ya ulugu fasahbat ke sordik wahada amisan tahi hal ke adhayan ke gulshad gay nisu bat ke sordik nagora tertan panar kayi nada hada kulmiyo malam dewi itu ismar mari nisu ibu anak guanu kabanai haisha madafirina madahwaina karangka wah kanulah sakaini kihi mila dalaha لكن أنا أقول لهم 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 وحن لنا ترتن هفانا عابي عيلهي او وحن قبنا يا بانو صوبن دغينا عيدنا وفاني مينو عيدنا وفاني مينو لكن سو وحن نغفلن مدح وينه هملاد لها موياني يا اصحاب تيرا صاحب دين كبد دولد كو جرا وحاشا انان دفرين ويلش يا غبدا قالك ان ود شقين جري هملاد فلنتيد غانتنا لهي ما دفري دونو مرة ما دفري دونو
dadkii wax qabanayay laakiin sawa waxaanu sheeganayna min sayla 32 ka degmo ilaa laas qoray degmo aanan istaagin oo mashruuc ka fulin ama ka furin oo aan ahayn laas qoray iyo meesha la yahaado badan iyo buuhood la hareeriisa waa ka fuliyay laakiin gudiisa ma jirto waartaasaanu ku tartamayna qoladana ula nimid oo ku biirinayna xaasha taayad inaad sheegato wax la kaalay bulshada wax u soo bandhig waxaad qabanaysa keen taariikh aad leedahay keen taa waanu kula leenahay ninkii soomaaliyeed wuxuu yidhi geel waa kaayaga haladha buu yidhi geel waa kaay geel annagaa lehe haladha waxaagu waa hale war waxaad leedahay adigu hala yar sheego geel waa kaayage horumar waa kaanu qabanee haddaad soo qadimayso saaxiibadeedii kubadda aanu isku tiimka ahayn cayaartaba waa isla garaynaa mushkilad maaha laakiinse nin cidla iska fadhiyey nimaan waxba qabano hagaardaama u geysta mooyaane aan weli tallaabo qaadin inuu bulshada ku khiyaameeyo ama ku sufro oo gaa kulmiyo haddaanaga waxaasaanu qabanay annagaa kula cayaarayna maanto annaga ayaa kula cayaarayna kuwii waxaa qabtaya waddooyinkaan gacanta ku hayay ee ilaahay khayraad siiyo himiladii madaxweynaha ka mid ahayd ee aan hirgelinayn laga soo bilaabo waddadii boorame waxay himiladu ahayd aanu xilligaa wadnay kaa aragtayna qoran maaha qarsoodi ee ahayd Somaliland Road Network oo ahayd in gobollada dalka la isku xidho maaha maanta anigoo mucaarada ama anigoo xisbi codi doonaya ku faanaya shalay baan anigoo xilhaya sheegayay oo ballan qaadayay tii baan maantana qoladan ku biirinaya oo isla daba taagaya oo ku raacsanaya inay ka shaqeeyaan oo ahayd maxay lixda gobole dalka waxaa boorama way dhammaatay ceeri gaabana way socotaa labadaasuun baa ka goonaa xidhiidhkii laamiga inay laami wada noqdaan ceeri gaaba way socotaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa howlwadeennada shaqaalaha ee waddooyinka ka shaqaynaya ee aan kaga tegay ee ka shaqaynaya sida agar looga shaqaynaya ayaan aad u ballan qaadaya qolada maamulka joogtay ee wasaaradahana waxaan leeyahay uu agar lahaada iyagaaba shaqada qabane waxaanu ka tagay shaqo wada haysata oo ah maxay laba markaboo daamurkii u yaallo road materialka bannaanka laga keenaa waa daamurka waddooyinka laba markaboo daamura oo 40,000 oo foosto ama barmiil oo yaala waxaanu kaga tagay maxay waddada 150 ilaa 160 waxna laamiyey waxna uu carreeyey waxaan arkay rag ku faanayo leh intaasaanu laami ka dhignay waa waddadii anigu aan ka tegay intaan iyadoo ciidii iyo dhagaxii iyo jaygii saaran yahay daamurkiina dul yaallo gaadiidkiina dul fadhiyo aan kaga tegay baan arkayo faan ka dhiganaya waxaanse aanay dafirayn taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo waa sumad ilaahayna qadin maayo waxaanu qabanay dadka reer Soomaaliland na dafiri maayaan haddaad adiguna dafirto xaasha waanu helaynaa dadka yagaanu ka helaynaa waxaan leeyahay kuwa isku daalinaya laaluushka waar quluubta dadka laaluushku ma soo dumo ma kasbado ma aha laaluushya lacaga la qaybiyaa dadka ma soo dunta xaasha dadka qalbigooda waxaa soo duma cadaaladda wanaagga waxqabadka akhlaaqda suuban iyo ilaalinta dhaqanka iyo sariigta waxay muuqatay dad lacag la yaacay oo roordayo gabgable oo isbahaysigii baa jawigii bedelay oo siyaasaddii baa xaraaraddii waarshadayna xirsi baan ahaa markan joogayo waa tii lay hadalahay maantana waan joogaayo waay hadalahayn doontaan insha allahu tacaala guri walba kaambeynkaanu gelin doonaa albaab walba waanu istaagi doonaa waxaa fiican oo aanu tilmaamaynaa leenahay waxa fiican ciro waa kan in lagula tartamo maxay in gooda yar iyo gooda weyn iyo shiiq iyo berbera lagula tartamo muuse hadduu waxayo uu kaga badiyo faysal iyo jamaalkii waxayaa kaga badiyo oo uu gurigiisa kula tartamo xaasha maaha dalka inaynu guriguri u qaybino inaynu aagaag u qaybino ma aha xaasha waxaan leeyahay waa in lagugula tartamaa nin walooba waxaanu kugula tartamaynaa gurigaaganu kugula tartamaynaa
waxaanu ku dadaalaynaa caruurta guriga ku joogta inay wadani u codayso insha Allah waxaan arki doontaa ma aha lacag qaybin mayno dadku waxay doonayaan baanu soo bandhigaynaa oo ka shaqaynaynaa oo ka dhabaynaynaa maxaa la yiraahdaa xadiiskii rasuulku wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaa maxay إن الصدق إن الكذب ريبة بينتو وشك يوح الرحمة يوان سليراتون لهين وإن الصدق طمانين رنتنا وحلادي حسلوني كالسونا كالسوني كالسوني حسلوني ويلادا وحن أركي حق مركيب الرحمة واردقاء البول اللي اسمه قارين يسي يكان بين بفر اللي اسمه قارين سوديك عرور تيشوي وحن لا يهي war hadda la bilaabayo way bilaabantay waa inoo garoonka ceeb la'aan in annagaan caytamayn annagaan cidna xaganayn annagaan cidna aflagaadaynayn annagaan nin kastoo wax qabtay nin kastoo wax mudan aan ka dafirayn ka dafiri mayno ma xaasha muuse ka dafiri mayno inuu mujaahid hadalka u soo halgamay laakiinse waxaan leenahay isaga iyo ragga kale u soo halgamay ee aanu ka mid nahay waa taariikh ummadu leedahay bulshada oo dhan bay ayaa u kacday halganka qofna gaar u sheegan maayo qofna gaar ugu ololayn maayo siifiina ku noqon mayso waa wax qaranku uu kugu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu qofku qalad ka fahmo oo ma halgankii dalka ayaad yaraynaysaa maya halganka inaad u dhimato oo u dhaawacanto oo u dhidido dalka kugu leh maaha waxaad sii fi sheeganayso waxaad dadka kaga sheeganayso oo codgaara kaga helayso xaq uma lihid muwaadiniinta dastuurkaa jideeyey xuquuq siman bay ku leeyihiin mid soo halgamay iyo mid aan soo halgamina kaasoo horjeeday xuquuq siman bay ku leeyihiin cadaaladda iyo dastuurka hortiisa marka gaar uma sheegan kartid gaar uma sheegan kartid waar wax la kaale bihi waaye waxay aagsan la kaalay dadka waxaad ka iibiso la kaalay sii fii ma noqoto waan soo halgamay waa xuquuq dalku kugu leeyahay waad ku mahadsanayd lagaana dafiri maayo baritoole haddaanu dalka qabanana waxaanu daryeeli doonaa oo ilaalin doonaa oo lagu taariikh fiican laga samayn doonaa oo la qori doonaa oo aan la dafirayn oo aan nina laga yeelayn in hoos loo akriyo taariikhi dalku lahaa halganka muusoo maalintaa lagaa dafiri maayo waa lagugu daraya laakiinse maanta waxay kuu goynayso waxaan leeyahay reer wadani waxaan leeyahay hawl badan baa inoo taalla tacab badan baa inoo yaalla dadaal badan baa loo baahan yahay insha allahu tacaala waa guulaysanaynaa haddaynu dadaalkeedii iyo kartideedii la nimaadno inta waxaan mar walba ku celinayaa inta jecel had iyo jeeraale xagtinta ama dhaliisha laga yaaba inay ku talax tagto waxaan leeyahay dhaliisha waxaa ka fiican waxqabadkii iyo horumarka barnaamijyada waxa ummaddu u baahan tahay inaynu wax cayno wax ceebayno wax qodqodno waxa ka muhiimad badan waxa dadku u baahan yahay halka doloosha sidaynu u gufayn lahayn sidaynu u garab geli lahayn aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu